كتبت النصوص الليتورجية باللغة اليونانية لأنه كانت هي اللغة السائدة بالشرق. حتى بعد تراجع الإمبراطورية البيزنطية سياسيا ظلت اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية. وتعلقنا باليونان ليس تعلق قومي بل هو تعلق باللغة، لأن لغة الكنيسة، وبهاللغة كتبت النصوص اللاهوتية والليتورجية، وبهاللغة رتل أجدادنا فترة طويلة من الزمن إلى أن برزت الحاجة إلى تعريب النصوص. فاهتم المعربون بالمضمون وكانوا كتير أمنا لقلوا، ولكن في محل معين لقيوا حالهم عاجزين عن الاهتمام بالأوزان الشعرية. فالنص المعرب يختلف من ناحية القصر والطول عن النص اليوناني، وبعدين أوزان الشعر العربي بتقوم على التفعيلات بينما أوزان الشعر اليوناني على عدد المقاطع اللفظية. وهيدا خلى اللي بلشوا هالشغل يكتفوا بترجمة المضمون وتركين هالأمر ضبط الأوزان، وللي بده يجي بعضهم أنه يرجعوا يعيدوا صياغة النصوص المعربة بحيث تتوافق مع الأوزان اليونانية الأصلية. وبيقول أبونا الأولى مالك، ونحن رح نحكي عن خبرته حاليا، أنه هو بخضم هالمعركة معركة الأوزان خطر له أنه يضبط التراتيل العربية على أوزان عربية، ولكن بعد شوية تراجع عن هذه الفكرة لصالح الألحان البيزنطية والجمل الموسيقية، واقتنع أنه لازم عليه يحافظ على التراث الأصلي اليوناني وأنه يطوع اللغة العربية منه العكس. فالنصوص العربية نحن لغتها سليمة ومتينة، ولكن منلاقي حالنا بمحل معين بحاجة إلى إعادة الصياغة تنرجع نضبط يلي لازم نضبطه منا على الأوزان من جهة، وكمان من جهة تانية تنحصل على نصوص عربية قريبة من فهم أبناء عصرنا. فمحلات كتيرة مثلا منلاقي هلا صعوبة، مثلا الأوقات العذراء ما فين إلا بقى أيتها العجلة، مثلا ما نلطف شوي بقومت أيتها النعجة، أو مثلا أوقات حلزونة يلي إذا حطينا صدفة نوعا ما تستسهل أكثر للسمع، وكتير من الألفاظ يلي ممكن نستبدلها. صحيح إنه عربوا النصوص ما اشتغلوا على الأوزان، ولكن ضلوا يذكروا، منشوف نحنا مثلا بكتاب المناون أو بكتاب المعزي يذكروا اسم الوزن، وعلى أي هو مثلا نشوف مثلا تونوراميون أو مثلا ثياس بيستيوس منلاقيهم ضلوا يكتبوها باليوناني، وهيك عرفنا نحن على أي وزن موزون بالأصل اليوناني. التسابيح الكنسية عامة والأوزان خاصة هي بتعبر عن اللاهوت المسيحي الأرثوذكسي، وهي مدرسة بحد ذاتها، ومن خلالها بنقدر نفهم العقائد وتفسير الكتاب المقدس وسير القديسين. عندنا خضم طويلة تتنوع بين مقروءة ومرنمة لكسر الرتابة وإبعاد الملل، وهون بيجي دور الأوزان كعامل منشط تتكسر الرتابة، وهذا الشيء نحن نختبره أكثر بالسهرانية. والسهرانية لأنه هي بتروح أوقات طوال الليل، فالأباء بحكمة كبيرة وضعوا هالترتيب أنه في أوقات في عنا قراءات، أوقات في عنا أوزان ترتل بطريقة بشكل المطول، أوقات الأوزان بشكل السريع، تجي القوانين ذوق سياب طويلة. وهالتنوع ما بين القراءة والترتيب كله جاي بطريقة متناغمة ومرتبة بشكل أنه يضل الواحد يقدر يكمل السهرانية. فإن نقرأ كل الخدمة شيء متعب للمصلي، إن نرتل كله على السريع كمان شيء متعب، وإنه نرتل كمان كله على البطيء كمان بيتعب. مشان هيك في منحس هالتوازن، وإذا انكسر هالتوازن بالسهرانية منحس إنه في محل معين نتعب فيه. مشان هيك هي معمولة بهالطريقة تتساعد المصلين إنه دائما يكونوا بيقظة وبانتباه على الخدمة. ومنلاقي تركيبة الأوزان بسيطة وشعبية، وهيك بيسهل الواحد يحفظ الأوزان، ممكن لأي كان إنه يرتلها، ورح نحكي بعدين بتفاصيل أكثر عن هالشغلة. والاهتمام بضبط التراتيل على الأوزان الشعرية الأصلية هي من باب الحرص على تيسير الترتيل الجماعي، وكمان تخلي مجال قدام كل المؤمنين إنه يشاركوا بالصلوات، وهيك إذا سمعوا لحن ترتيلي موزوني بيسهل عليهم أداء سائر التراتيل اللي نظمت على الوزن نفسه
نعطي أمثلة فيما بعد. نلاحظ كمان جمالية ترتيل الأوزان خاصة بالأديار، والأديار بيحفظوا الأوزان غيبا لأنه يوميا بيرتلوها بالخدم الليتورجية، ما بيحتاجوا لنصوص موسيقية، متى كان النص موجود أمامه موزون ممكن على الكلمات يرتلوا الأوزان. مشان هيك خاصة أكثر نحن بنلاقيها باليونان، نادرا ما يفتحوا كتاب نوطة على الأوزان الموسيقية، بيعتمدوا بس بيفتحوا كتاب المعزي، بيفتح كتاب المناون وعلى النص بيقدروا يرتلوا الخدم. مش هيك نحن ما لازم نفرط بالأوزان ولا نستغني عنها، لأنه لو ما كان إلى فائدة رعائية وعملية لما نظمت من الأساس. بعدين بنشوف أن الوزن الشعري يضيف رونق وجمال. إذا قرينا جملة نثرية جميلة واحد هيك يعني يعجب بالجملة، وإذا حطيناها بقالب شعري موقع بيكون لها وقع آخر علينا وتدخل للقلب مباشرة. ومنشوف نحن بالكنيسة الأولى القديس أفرام السرياني تيحارب الهرطقات يلي بلشت تطلع، نظم قبالهم أوزان شعرية، لأنه كمان الهراطقة بلشوا بالأوزان الشعرية يدخلوا أفكارهم السامة على الكنيسة. وهيك القديس أفرام السرياني بالشرق والقديس أمبروسيوس أسقف ميلان بالغرب ردوا بنفس الطريقة، لو ما لقوا أنه الطريقة كتير فعالة أنه الواحد بيقدر يحفظها ويقدر يعبر عن العقائد وعن التعليم بشكل سليم وبشكل بسيط ما كانوا استخدموه. وعمل الأب الأولى على تلحين سائر التراتيل الموزونة قطع بثلاث مراحل. أول شيء كان في مرحلة المحافظة على روح الوزن وإبقاء الوزن كما هو، وكان هذا قبل تعريب الأوزان اللي أصدرها بكتاب الأفتوميلات. في النقطة الثانية التقيد الحرفي بالوزن، وهون كان اشتغل على كل قطعة وكأنها أصلية الوزن، متصرف بالنص العربي تصرف تيكون مطابق للوزن الأصلي. وفي عنا مرحلة ثالثة التقيد بنسبة مرتفعة، فتجي القطعة العربية موزونة بشكل واضح ولكن يبقى النص تبعها سليم من الضغط ومن التشويه. والسؤال يطرح أنه مين له الحق بتغيير النصوص؟ وبيقول أبونا الأولى أنه هو بدأ بالتلحين ما كان أول شيء بيجرؤ على أنه يمس النصوص، كان عنده نوع من هيك التهيب لألا، ومن جهة كان بيشعر بوقار هذه النصوص، من جهة تانية كان بيعرف أنه أو بيشعر أنه هو منه المرجع الصالح للتنقيح والتصحيح وإعادة الصياغة. ولكن مع الوقت ومع النضوج والعمل، وخاصة مع تشجيع كان من ناحية أبونا بندليمون ولا من كان ناحية جوة الأبرشية، فكرة الأوزان أكثر وأكثر لقاها ضرورية، ولقى حاله ملزم على التصرف بالنصوص وأنها تكون مطابقة تماماً على النص الأصلي. فهون هالنصوص هل بلغت شكلها النهائي؟ بتعبيره هو بيقول لا، نحن بمرحلة اختبار. وكان أبونا بندريمو دائماً يقول أنه نحن عملنا منه منزل، نحن عم نختبر وعم نطرح، نحن عم نرتبهم ونصلح، وحدا بيعطي ملاحظة، حدا تاني بيصلح شغلة، وحدا بينتبه على شغلة تالتي. فمشان هيك نحن كل هالعمل اللي قطع بهالفترة هو مطروح للاختبار ولا تنقيح ولا تصليح. ولكن كانت هيدي حاجة، وخاصة هي حاجة رهبانية كانت عند الرهبان وعند الرهبات والمرتبين وعند الجوقات، خاصة هالخبرة يلي بتبين انه النصوص الموزونة والخدم الموزونة بتسهل كتير على المرتل بالسهرانيات الطويلة وبالخدم الاحتفالية، وبتضيف عليها رونق وجمال خاص فيها. فالقصد هو الخدمة، منه انه عم نغير من اجل التغيير. وبعدين اما الكنيسة بتتبنى هيدي المحاولة او بتاخد اللي بتلاقيه مناسب منها، او ممكن ترفض المحاولة. بيقول هو انه منه هو اللي بيقرر، بالنهاية نحن بنطرح عملنا على الكنيسة. طبعا المجمع وخاصة في اللجان المجمعية للليتورجيا هي بتبحث بعدين بالخدم وبتقرر انه هل العمل صالح ولا منه صالح.
فبنظر أبونا الأولى اللي بده يقدم على هذا العمل في عند في عدة شروط، أبرزها إنه يكون يقدر يعبر بطريقة سليمة باللغة العربية، ويكون عنده اطلاع على الموسيقى الكنسية، ويكون بشكل يعرف تراثها بشكل واسع، وطبعا البركة من راعي الأبرشية. بالنسبة للجنة المجمعية هذا شيء من زمان، نعرف من أيام متر المر كان ينتظر أنه تتشكل لجنة مجمعية تبحث بالخدم الكنسية، ولكن لما تأخر الوقت ولقى حاله مثل بقول أبونا الأولى بخريف العمر، قام بالمبادرة الفردية، وكانت هذه المبادرة الفردية كتير كويسة، لأنه كانت هي الشعلة يلي أضاءت الدرب أمام يلي اشتغلوا من بعده، ومثل نوعا ما فتح الطريق لهالعمل. فهلأ ممكن نحن أجواءنا الكنسية طبعا مهيئة أكثر، في عنا إمكانيات أكثر، في احتكاك أكبر مع المرتلين من الخارج، مع مرتلين اليونان، مع ديرة جبل آثوس يلي قدرنا أخذنا منهم التسجيل، قدرنا احتكينا وعرفنا منهم طريقتهم بالترتيل بالأوزان بالخدم، شفنا كيف الخدم عمليا تقام، يعني في ظروف مختلفة يعني. وإن شاء الله هيك بيكون هذا العمل أكثر وأكثر لقدام، لبناء الكنيسة، ولا نرجع نغني الكنيسة بهالتراث الكبير الموجود فيها. في سؤال بينطرح كثير إنه تغيير النصوص منه خطر على المضامين اللاهوتية. أولا نقول بيقول إنه التغيير منه تشويه للنص العربي، بل هو بكثير من الأحيان هو صقل وتحسين له. فمنلاقي إذا واحد منلاقي كثير من القطع الموزونة أوضحت معاني مما كانت قبل ضبط على الوزن، وإذا واحد بيشوف خدمة المديح الجديدة الموزونة منلاقي فيها كثير محلات توضحت المعاني، فهمناها أكثر. وطبعا لأنه وقت عم بيتم دراسة دراسة النصوص الجديد وتنقيحها على النص اليوناني. مثلا نحن بقانون الميلاد واللي قانونين اعتمدنا على دراسة شرح لقانون الميلاد، وبهذا الشرح قدرنا من خلاله كتير نوضح معاني كانت منا واضحة بالنص القديم، وبزيادة انه صار في ضبط على الوزن الأصلي. وهيدي واحد ممكن يعمل دراسة عليها ويشوف انه كيف هالنصوص عم تتوضح أكثر وتنفهم أكثر. بعدين ممكن ببعض المحلات كان يضطر أبونا يستخدم بعض الكلمات شوي صعبة، بس منا كتير بتقطع يعني بالخدم. ممكن أوقات ممكن يستخدم بعض مثل بيقلب الجملة تمشان يقدر يضبط على الوزن الأصلي. وكمان واحد إذا بيقراها كنص عربي منا معقدة هالقد. هلأ طبعا ممكن أوقات النص الموزون إذا بقى نقراه ممكن ما نلاقي فيه مثل يعني إنسيابية أو ترابط، يعني ممكن الجمل أوقات تنقطع شوي صغيرة. هلأ شوي شوي عم ينشغل إنه تكون شوي في وحدة بالنص أكثر وتكون المعاني واضحة، وهذا بواحد بينقح وبيضبط خدام مرة على مرة. كمان في سؤال بينطرح إنه نحن إذا اتفقنا طيب على ضرورة الوزن، هل في ضرورة لإدخال القوافي؟ فأبونا الأولى وتشتغل أول شيء على البراكليسي الصغير، أول محاولة عملها عمل الوزن من دون قافية، مثل باليوناني منه موجود على القافية كان، ولكن بعد شوي اشتغل على ضبط الوزن براكليسي القديس يعقوب الحمطوري، وهونيك اشتغل على القوافي ولقى إنه في رمق أضيف على جمالية الوزن. وهيك بعدين أكتر وأكتر، وبعد ما لقى استحسان يعني خاصة نحن عندنا بالدير أو بمحلات كتيرة، صرنا معودين على البراكليسي بشكل موزون. هلأ البعض موزون وبشكل في قوافي، وكمان البعض ممكن ما يستسيغ هيدي الطريقة، ولكن نحن بالنهاية بنلاقيها سهلت شوي نوعا ما وخلت أكتر هيك يكون خفيف ترتيل البراكليسي. وهيدي بالنهاية في عدة آراء بالنسبة لنا، ولكن الأبن الأولى ما اعتمد القوافي بكل الأوزان، بس خليها على البراكليسي،
وعلى أكثر الطروباريات اللي انوزنت على ثياس بيستيوس بولس الجديد باللحن الثالث، وطروبارية تخيب روكاتالافي سريعا أدركنا. هودي مثل هيك تعودنا نسمعهم على قوافة معينة، ولكن بقية الطروباريات أو بقية الأوزان ما انوزنت دايما على القافية. وفي شهادات كثيرة من مؤمنين ومرتلين بأيدوا هذه الطريقة، بيقولوا إنه هي بتريحهم، ومثل ما قلنا قبل إنه البعض ينتقد هذه الطريقة وبيحسوا إنه في تكلف إضافي. هذه تترك لخبرة الكنيسة مع الوقت.